سماء. أنا في حلم. كان لازم أجي. ما تسيبينيش يا سماء. معقول؟ معقول سماء كانت هنا دلوقتي؟ معقول ايديها كانت في ايديا انا؟ انا خايف، خايف احسن يكون حلم وحصحى منه. لا، ده مش حلم، دي حقيقة. حتى وردها جنبي. ما تهمد يا ابني وبلاش القلق اللي انت عامله ده. ليه؟ هو حضرتك مش قلقان ولا ايه؟ وقلق ليه ان شاء الله؟ هي ماما صغيره وهخاف عليها لما تخرج. تخرج وفي الوقت المتاخر ده؟ طب راحت فين؟ هتكون فين يعني؟ تلاقيها عند خالتي انهار. انا هتصل اسال عليها عند خالتي. ماما الحمد لله على السلامه. معقول يا ماما تخرجي بالليل كده؟ في ايه؟ خرجت اشم هوا. بس لو سمحت يا ماما بعد كده لما تحبي تخرجي على الاقل بيقولي لي. ايه يا سي كمال؟ عايز ماما تاخد الاذن منك ولا ايه؟ تصبح على خير. انت من قبل يا باي يا باي. عاجبك كده؟ اهي زعلت. اعمل ايه يا ضياء؟ انا بخاف على ماما قوي، خاف عليها قوي. فاتوا اليومين ومحدش وداني لاخويا. لا انا هروح لوحدي بقى. هو انا صغيره ولا صغيره؟ ثانيه بنتي يا ثانيه. ايوه يا ست رتيبه. نعم. اقلعي المريله دي ويلا تعالي معايا. على فين؟ اروح اشوف اخويا، بقالهم يومين ما رضيوش يودوني. يلا بينا. ما هو انا لازم اشوفه، يعني اشوفه، ما حدش هيمنعني ابدا. لا 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 يا ست رتيبه، لا ما ينفعش. الست هاني لو جت وعرفت ان انا خرجت معاكي دي هتموتني. اوعي اوعي، قولي قولي من وشي، قولي يلا من وشي. اوف. برضه يا ناجي كان لازم تجيب عمتك تشوفني. ما انت قربت تخرج يا كامل. ايوه يا ماما، بس عمتي هتتجنن وتشوف بابا. هي عمته بتقدر تخرج؟ دي يا دوب بتتعكس في البيت. عمتي رتيب. كامل كامل حبيبي يا اخويا كامل. ازيك يا رتيب؟ الف سلامة ليك. انت كويس يا كامل؟ الحمد لله. كويس الحمد لله حبيبي يا كامل. الحمد لله حبيبي يا كامل. قولي لي يا عمتي، انت عرفتي تيجي لوحدك ازاي؟ جيت لوحدي ولا الحجة لناجي ولا عواطف؟ كامل حبيبي. ألو. أيوة من فضلك، أنا عايزة نمرك مستشفى. حبيبي يا كامل يا أخوي، انا كده بقى قلبي اطمن عليك واقدر اروح ولوحدي. سلام عليكم. الحقوا عمتكم. استني بس يا عمتو، هتروحي لوحدك ازاي؟ عشان خاطري يا عمتو. استني هنيجي معاك. على ما انت اتاخرتوا، روحوا مع عمتكم. طيب حضرتك مش محتاج حاجه يا بابا قبل ما نمشي؟ ايوه ناجي، محتاج انك انت تخلي بالك من اختك وما تزعلهاش. اطمن على سماء يا بابا، دي اختي الصغيره. بس انا كبرت خلاص يا سناجي، ولا ايه يا بابا؟ صح يا حبيبتي. الو الو الو،
حدش بيرد. يمكن نمرة غلط. ها؟ زي حال كاتبنا الكبير النهاردة؟ الحمد لله يا دكتور. طب عال عال عال. لو سمحت يا دكتور. أيوة. كامل فضله كتير ويخرج؟ يا هانم اطمني، الأستاذ كامل بقى زي الفل، كلها كم يوم يفك الرباط الضاغط ويخرج إن شاء الله. إن شاء الله. ألو، هتخرج إمتى من المستشفى يا كامل؟ أنا عاوز أفضل في المستشفى على طول عشان تجيلي تاني. صعب ده، أنا من يوم ما كنت عندك وأنا في منتهى الألم، مش عايز أسبب لك أي متاعب. أنت مش ممكن تسببي لي أي متاعب. على العموم خدي نمرتي الخاصة في المجلة واديني نمرة تليفونك. طب ثانية واحدة كام؟ طيب يا كامل أنا هبقى أتصل بيك. مش بس هتسمعي، أنا لازم أشوفك سماء، لازم أشوفك. ألو ألو، معقولة تلفيلي في وش السكة يا سماء؟ أكيد في حاجة حصل. ألو. أيوة يا كامل. أنا قلقت عليك يا سماء. معلش يا كامل، حقك علي. أنا هخرج قريب يا سماء من المستشفى وحروح على طول على المجلة. ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك، تبقى تتصلي بي هناك. حاضر يا كامل، حاضر. خلي بالك من نفسك. مع السلامة حبيبتي. حمد لله على السلامة يا كامل بيه. الله يسلمك يا سنية. على مهلك يا بابا. امسكي يا سنية، امسكي عشان اسلم بابا. كامل حبيبي اخويا، الف حمد لله على سلامتك. كامل حمد لله على سلامتك. اه حبيبي جالك اهو. الف حمد لله على سلامتك. طب سيبيه بس يرتاح. يلا يا حبيبي اطلع اوضتك، يلا واحده واحده. اطلع ارتاح حبيبي واحده، على مهلك. انت سند عليا كده يا رجل. ياه ده انت كنت وحشني قوي. البيت كله وحشني. ربنا ما يحرمك منه ولا يحرمنا منك، ده البيت من غيرك ما يسويش. اديني رجعت له اهو. ايوه بس المهم ما ترجعش تبعد عينك عن عينيا. بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي؟ العشره اللي بينا بتخلي كل واحد فينا كتاب مفتوح قصاد التاني.